اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديده من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس في تي، وكذلك الصفحه ديالنا على الفيسبوك انس سي بي ار دو بوان اس في تي. اليوم يعني تفاعلا مع مجموعه من الطلبات ديال الاخوان والاخوات متتبعي القناه، فجبنا لكم فيديو جديد حول توصيفات مباراه توظيف الاساتذه اطر الاكاديميه التخصص ديال الثانوي التاهيلي بسيكيه اللي صدرت حديثا. دونك هنايا توصيف المجالات المضمونيه لاختبارات مباريات توظيف اساتذه اطر الاكاديميه 2020 تخصص علوم حياه وعاء. اذا نوع المباراه هي مباراه لتوظيف الاساتذه اطر الاكاديميه الثانوي بسلكه، يعني الاعدادي والتاهيل، يعني غيكون فيها الدروس ديال الاعدادي، الامتحان غيكون فيه الدروس ديال الاعدادي والدروس ديال التاهيل تخصص علوم حياه وعاء. الاختبار ماده التخصص عليها 50% وديدكتيك مادة التخصص عليه كذلك 50%. إذا الجزء الأول من المواصفات هو اختبار أو مواصفات مادة التخصص، دونك هذه العملية كاملة تتم في 3 ساعات والمعامل 5. ألو شنو عندنا هنا؟ عندنا هاد 50% ديال مادة التخصص فيها 4 المجالات، أو عفوا 5 المجالات الرئيسية اللي هما البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية، البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية، البيولوجيا الخلوية، لا جينيتيك، ليكولوجي، و لا جيولوجي. الو هنايا في البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانيه، دونك عندنا لا كومونيكاسيون نيرفوز اي لا كومونيكاسيون نورمال هرمونال، كاينه لا ريبروديكسيون اي ديفلوبمون، وكاينه لي فونكسيون دو نوتريسيون، يعني وظائف الاقتيات. مقرر هذا المقرر ديال الاعدادي اعتقد، يعني السنه الثالثه الاعدادي. لا ريبروديكسيون هاد لا كومونيكاسيون نيرفوز اي هرمونال كاينه في البروغرام ديال السيزيام ولا بكالوريا علوم تشريبيه. لا نوتريسيون شي لي بلونت، دونك لا بيولوجي لا فيزيولوجي فيجيتال، كاينه لا نوتريسيون، لا كرواسونس اي ديفلوبمون، اي كاينه لا ريبروديكسيون سيكسي اي اسيكسي. دونك هاد لا ريبروديكسيون سيكسي اي اسيكسي هذا كاين في البروغرام ديال ترون كومون سيونس. كاينه لا بيولوجي سيلولير اي جينيتيك، دونك لي مومبران اي لي زورغانيت سيلولير، لا بيوشيمي، لو سيتوسكوليت اي ماتريس اكسترا سيلولير، ليمينولوجي اي ميكروبيولوجي، لا ناتور اي ترانسميسيون دو لانفورماسيون جينيتيك، لا جيني جينيتيك، لي لوا ستاتيستيك دو ترانسميسيون دو كاركتير هيريديتير، القوانين الاحصائيه لانتقال الصفات الوراثيه، الوراثه البشريه، التغير ووراثه الساكنه. دونك هادو يعني النسبة والأهمية ديالو من 10 حتى 15%. نفس الشيء بالنسبة للبيولوجي إلا فيزيولوجي فيجيتال، نفس الشيء بالنسبة للبيولوجي سيلولار أي لا جينيتيك. وعندنا ليكولوجي عندها من 10 حتى يعني من 3 حتى 5%، ولا جيولوجي اكسترن اي انترن فيها من 5 حتى 10%. دونك هادو يعني مادة التخصص، هذاك الشيء اللي قرينا في العفاق ولا اللي ما قراش في لافاك. دونك هنا راه تحاولوا تقلبوا الشيء، خذ كل عنوان، الا ما بقاش لك الوقت خذ كل عنوان من هادو وسير قلب عليه في البرنامج الدراسي ديال مثلا السيزيام او ديال، دونك خذ هادو وقراهم في البرامج الدراسيه باش ما تفوتش هذاك الشيء، باش ما تفوتش يعني المعرفه اللي خصها اللي كتهمنا، ماشي هذيك المعرفه العالمه اللي قرينا في لافاك. خذ انت باش يقدك الوقت، خذ غير هذاك الشيء اللي غادي تحتاجه في هذا الامتحان. دونك هنا احسن طريقه هي غادي تقلب في المقررات، تقلب على هاد الدروس هادو وغادي تقراهم، دير عليهم اطلاله وغادي تقراهم. يعني راه ماشي انت ما عارفش كاع، ولكن راه عندك فكره، غير هو الا عندك شي فارق ولا شي نقص في شي حاجه ركز عليها مزيان، حيت كل حاجه من هادو غادي تحطوا فيها اسئله. بالنسبه للمجال، وهذا هو يعني كذلك هو اللي مهم، مواصفات اختبار ديداكتيك ماده التخصص. وهنايا في هذا السياق هذا عندنا جوج المجالات الرئيسيه، عندنا المجال الرئيسي الاول وعندنا المجال الرئيسي الثاني. المجال الرئيسي الاول شنو فيه؟ فيه التخطيط وتدبير التعلمات في علاقتهما بمستجدات نظام التربيه والتكوين. هنا هذه حاجه جديده، يعني غيدمجوا لنا علوم التربيه مع دونك العلوم او المستجدات ديال نظام التربيه والتكوين، غتكون مدمجه بشكل غير مباشر مع يعني
ديداكتيك. دونك هنا عندنا التخطيط وتدبير التعلمات في علاقتهما بمستجدات نظام التربية والتكوين. المجال الرئيسي الثاني عندنا تقويم التعلمات والدعم في علاقتهما كذلك بمستجدات. دونك نفس العملية، التخطيط والتدبير عندهم من 25 حتى 30%، والدعم التقويم والدعم عندهم من 20 حتى 25%. وهذه المجالات الرئيسية بجوج كيتفرعوا إلى مجالات ثانوية. هذه المجالات الرئيسية بجوج كيتفرعوا إلى مجالات ثانوية أو تفاصيل ديال المجالات الرئيسية. ألو، عندنا أول المجال الفرعي الأول فيه بلورة تصور عام لبناء وحدة تعليمية، يعني كيفاش واحد دير واحد التصور باش تصايب واحد الوحدة التعليمية. في المجال الفرعي الثاني وهذا مهم، بناء جدادة لمقطع أو درس وفق مكونات منهاج علوم الحياة والأرض. وهنايا راه كنا درنا مجموعة من الفيديوهات في هذا السياق كنهضروا على بناء الجدادة وفق منهاج ديال علوم الحياة والأرض. المجال الفرعي بناء خطة لتوظيف، المجال الفرعي ثلاثة بناء خطة لتوظيف. دونك كندير واحد الخطة باش نوظف واحد طريقة أو لواحد النهج علمي أو خرجة دراسية أو ندعي مشكلة أو مشروع. يعني هنا هادشي كامل راه درناه، غادي درناهم كاين الفيديوهات اللي درناهم هضرنا فيهم على النهوج العلمية، على الخرجة الدراسية، على الودعية المشكلة، وعلى بيداغوجية المشروع. المجال الفرعي الرابع أشكال العمل الديداكتيكي، كاين المعينات الديداكتيكية، كاين المساعدة الديداكتيكية تامة، مساعدة ديداكتيكية تفاعلية، وتعلم ذاتي. كاين المجال الفرعي الخامس تقنية تدبير حصة دراسية، أشكال العمل مش عمل فردي ولا في مجموعات صغيرة ولا عمل جماعي، وتدبير زمن التعلمات وأشكال الحوار وتقنية التواصل والتنشيط. في المجال الفرعي السادس يتكلمون فيه أو ستكون فيه أسئلة متعلقة بتوظيف الدعامات والأدوات الديداكتيكية. وهنا كنهضر على الفصل الرابع من التوجيهات الرسمية لعلوم الحياة والأرض اللي كيهضر فينا على المعينات الديداكتيكية والوثائق التربوية والمدرسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء المفاهيم العلمية. يعني كيفاش نوظفوا الوثائق التربوية والمدرسية والأدوات الديداكتيكية وتكنولوجيا المعلومات باش نبني واحد المفهوم علمي. ثم عندنا في المجال الرئيسي الثاني كذلك ستة مجالات فرعية اللي هما: أولا بناء خطة عملية لكل من التقويم التشخيصي والتقويم التكويني والتقويم الإجمالي يعني الإجهادي. دونك كيفاش نبني واحد الخطة، كيفاش نصايب مثلا بشكل عام، كيفاش نصايب التقويم التشخيصي أو التقويم التكويني أو التقويم الإجمالي. إعداد روائز واختبارات وفق الأطر المرجعية للتقويم. دونك هنا أي امتحان، أي امتحان مثلا امتحانات الإشهادية كيكون عندها واحد الأطر المرجعية. هادو مثلا هاد الشيء اللي كنشوفو دابا، هادو أو هاد التوصيفات راه كنقدرو نعتبروهم هما الأطر المرجعية. راه هما كانوا كيسميوهم أطر مرجعية ولو كيسميوهم توصيفات، راه هما الأطر المرجعية ديال الامتحان. إذا هاد التوصيفات راه هي اللي كتحكم لينا، هي اللي كتحكم لينا الاختبارات والروائز. المجال الفرعي الثالث إعداد وتوظيف أدوات استثمار نتائج تقويم التعلمات، وضع خطة عملية للدعم والمعالجة استنادا إلى نتائج تقويم التعلمات، توظيف مختلف أنماط الدعم والمعالجة في الوضعيات الصحيحية بمراعاة الفوارق الفردية، ثم في الأخير رسم خطة لرصد وتتبع آثار الدعم والمعالجة. إذا هذه التوصيفات. يعني هنا فاش كنهضروا على هذا المجال الرئيسي الأول والمجال الرئيسي الثاني، راه هو يعني هو التوجيهات الرسمية لمادة علوم الحياة والأرض. يعني احنا ماشي جينا ودرنا هذاك البرنامج ديال أننا ننشر لكم فيديوهات فيهم قراءة وتحليل لمضامين التوجيهات الرسمية، راه ماشي عبثا، ولكن لأن راهي الى بغيتي تجاوب على الديداكتيك راه خاصك تفهم مزيان التوجيهات الرسميه. وهنا فاش كنقول تفهم مزيان، راه باش يكون الفرق ما بين المترشحين، راه اللي ضرب تماره بزاف هو اللي تينجح هو اللي تيوصل. باش نوضح لكم، حيت كاين شي يعني بعض الاطروحات هنا شنو تيقول لك، تيقول لك لا انت راه عاد غادي تقرا داك الشيء وعاد ايه راه متفقين راه عاد تقرا، ولكن راه باش يكون الفرق بينك وبين واحد، يعني شنو اللي غيخليهم يختاروك انت وما يختاروش واحد اخر، هو انك تتكون ضابط.
وضابطوا بشكل أدق وبشكل كبير، فهمنا؟ وضابط أكبر عدد من المعلومات اللي غيخليوك تدخل نفسيا مرتاح. وكذلك يعني هنا مادة التخصص عليها حتى هي 50%، دونك ما تخافلو حتى شي حاجة، راجعوا مادة التخصص ما غاديش يكون فيها مشكل. إذا كان شي مشكل في شي مجال ولا شي درس ولا شي حاجة، نديروا له الشرح ديالو، خليو لنا التعليق ديالكم في التعليقات ديالكم في الفيديو. بالنسبة للمجالات الرئيسية راه هضرنا عليهم، وهضرنا انهم تيتفرعوا المجالات فرعية، التدبير التخطيط مرتبط بالتدبير، وكذلك عندنا التعلمات. واللي قلنا جديد هو ان هاد التدبير التعلمات والتخطيط ديالهم، كذلك تقويم التعلمات والدعم، ما خداوهمش هنايا، ما خداوهمش مستقلين على بعضياتهم، ولكن خداوهم في علاقتهم بمستجدات نظام التربية والتكوين. وهنايا راه فلاشين او في البلاي ليست ديال هاد الفيديو راه غتلقاو مستجدات نظام التربية والتكوين. وهنايا يعني هاد المستجدات هذا هما يعني اي مستجد في نظام التربية والتكوين راه هو مرتبط بالتخطيط وتدبير التعلمات والتقويم. اي مستجد كيف ما بغى يكون كيرتبط بوحده من هاد على الاقل وحده من هاد العمليات، يا اما التخطيط او التدبير او لا التقويم. اذا هكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال توصيفات ماده علوم الحياه والارض، ولا يعني توصيفات المجالات المضمونيه لاختبارات مباراه التوظيف الاساتذه والطور الاكاديميه. نلتقي بحول الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.